السلام عليكم بنوتات زيونات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين. اليوم غادي نوجدو مع بعضنا راوز كالاماريس، كيجي لذيذ وبنين ومزيون، وكنتمنى يعجبكم الفيديو الوصفه ديال اليوم. ونمشيو نشوفو المكونات اللي غادي نحتاجو للروز ديالنا ان شاء الله. هادو المكونات اللي عندنا ديال الروز كالاماريس. عندي 500 غرام ديال كالاماريس، عندي نفس العبار ديال الزلايف، عندي زلافه ديال البانه وزلافه ديال الطوماطيش محكوكه طبيعيه حكيتها بالحكاكه ديال البصل، وعندي زلافه ديال الروز. من بعد غادي نمل معاها جوج زلايف ديال الماء لان دائما الروز كيدي الدبل. عندي شتيتو ديال سكينجبير، الابزار، فلفل اسود، الملح، زيت بلديه، وعندي هنايا الخضر اللي غنستعمل. عندي بصيله، عندي فلفل حمراء وخضراء، عندي هنايا التب وشويش ضربع. ونمشيو على بركه الله نبداو نعملو المكونات ديالنا. عندي طاجره غنعمل فيها الزيت الاولاني، غادي نعمل في الاول كالاماريس، غنعمل كالاماريس وغنزولهم لان كالاماريس ما كيستحملوش شي طياب بزاف، كيتصاوب بحال اللي قلت لكم مره اخرى في الفيديو السابق. غيتقلاو بشويه ديال الملاح، انا مشتيتو د الملاح باش ما يتقلاوش شي مسوسين. غادي نقليهم، غادي نعمل الخضره. هو هذا كالامار، من بعد ما تنفخ شويه، المهم ما تقلاش كيتو في الزيت ملاح، غادي نزولو ومن بعد غنكملو. اذا كان باقي سوطي غادي نكمل معاه، مي غادي نسيب الروز. يلا نتابعو ان شاء الله، انا غنزولو ونتابعو. من بعد ما زولت كالامار داك الزيت ديال الكالامار، غادي نعمل هاد البصل يلو ليا تقلى. انا كنهرق ماشي مشكل، كتحصل احسن العائلات هذيك يقولوا. دابا غادي نعرق هاد البصيله، دي هاد الباستيه ديال البنه، دامه البنه بالحوت باش يبقى لي كلشي بنكهه وحده. انا ما كيعجبنيش نخلط النكهات، النكهه ديال جداد جداد، النكهه ديال الحوت الحوت، النكهه ديال الحمد لله. كنضحكو شتيتو باش ما نبقاوش غير بيا بغيت بصال، غير بطاطا، غير ضروري خصنا نضحكو شويه باش كان هذا ما يقنطش من الفيديو. دابا من بعد ما تحمرت لي هاد البصيله وهذا، غادي ننزل الثوم والربع. الثوم انا بغيت نخليها الى طروفات كبارين لان الروز كيبغي الثوم، وبالخصوص بالحوت. ودابا غادي ننزل هاد الفلافل الحمراء والخضراء، وغنخلي كلشي يتعرق مع بعضو. زعما انا كان المزلفات بوحديتهم كتجيني ساهله، ولكن دابا مع ان بلع القشاشه كيتقورو لي، قلت زعما نعمل هادي نوفر نوفر تماره، ولكن والو هايداك حسن غادي كنعمل دايما. دابا هي هادي، دابا غنزيد شويه ديال الملح والخضيره، وغنزيد شويه ديال السكينجبير. السكينجبير واقيلا غنعملو كامل لان اصلا عملت معاه على القياس، والفلفل الاسود حتى هو غنعملو كامل. وغادي نبدا نحرك نحرك نحرك. دابا غادي نعمل هاد ثلاثه د الحبات ديال الطوماطيش اللي عندي محكوكه، ما غادي نعمل شي طوماطيش ديال الطوماطيش العلاف باش يجي طبيعي، داك الطوماطي فريتو داكشي غادي الطوماطيش عاديه محكوكه. ودابا غادي ننزل الجلبانه اللي عندنا، غنخلي هاد الخضيره تعرق مع بعضيتها ونتابعو نكملو ان شاء الله. من بعد ما طابت لي شتيتو هاد الخضيره هايدا، دابا غادي نزيد عندي هنايا جوج زلافات د الماء معبورين لان غنعمل زلافه د الروز. وغادي نسيب هاد الروز،
المهم انا كنخليها العافيه مجهده شويش حتى كتغلى وتعاود، من بعد كنقص لها مارها وكنغطيها، ومن بعد كنجبروا الطبيب بلا ما كنجهد له العافيه. نوصلوا لك المرحله هذيك الساعة نتابعوا ان شاء الله. ما غلا وعاود راس، دابا غادي نسيب له هذا الكلامر باش يزيد يكمل بالطياب تما معاه ويطلق ديك المذاق ديال الكلامر وداك الشيء. دابا غادي هذيك غادي نقص له مربوطه وغادي نخليه ربع سمايد ما كاعنا ربع ساعه، المهم على حسب، لان الروز بدا كيطيب بحال اللي كتشوفوا، تخلط داك الشيء مع بعضه بعد نقصو، وملي يكمل بالطياب نهائيا نتابعو ان شاء الله. هو هذا الروز ديالنا كيجي على هذا الشكل، الروز بكالامر. كنتمنى ينال اعجابكم، الوصفه سهله ولذيذه سريعه، يعني فيها غير الخضره وهذا صحيه. وكنتمنى يعجبكم الفيديو الوصفه ديال اليوم، واذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على الزر الاحمر وتفاعلوا مع الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي، ونتلاقاو في فيديو وصفه اخرى ان شاء الله باذن الله.